أنا لا أظن أن التيار الصدري سيشارك في الحكومة المقبلة، وحتى عودة البرلمان صحيح تشوبها الشوائب، خصوصا أن الاستقالات رفعت من البرلمان ووضعت في الحنانة، وهذا خبر مؤكد. أنا أؤكده أيضا، يعني أضيف تأكيدا لما قاله سيد مهند. التيار الصدري الآن خارج العملية البرلمانية وليس السياسية، البرلمانية. لماذا؟ لأن كل الدلائل تشير إلى إعادة الانتخابات أو تمديد عمر حكومة الكاظمة.